بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم؟ شو زي كل حال؟ معكم معا مقطع جديد، مقطع شرح كيف تضيف فيس كام. طبعا هذا المقطع يعني شوية تقدر تقوله صعب أو مو صعب، يعني أكثر من السهل. فخلينا أقول مستلزمات قبل ما أبدأ. لازم تحتاج برنامجين، برنامج لتسجيل اللعبة اللي تلعبها وبرنامج تصوير الكاميرا عشان تضيفها في اللعبة. طبعا في برامج كثيرة بتسوي اللي انا اقوله، بس ما اقدر اقول لكم عن برامج معينة، فراح اقول لكم برامج انا راح استخدمها. طبعا اول برنامج راح استخدمه اللي هو فرابس في تصوير اللعبة، حلو. والبرنامج الثاني عشان اصور الفيس كام او يعني تصور الكاميرا اللي هو ويندوز فيديو ميكر. فيب خلينا نبدا الشرح على طول. طبعا هذه لعبة روكت ليج مع الفيس كام، نضيف على سوني فيجاس. حلو حلو. طبعا اول شيء تضيف الفيس كام، حلو. بعدين تحته تضيف روكت ليج او اللعبه اللي بتلعبها، حلو. اول شيء طبعا لازم تسويه انك تحط مكان الفيس كام زي ما انتم شايفين في نهايه المقطع حق الفيس كام. حلو، خلينا نصغره. في نهايه المقطع راح يكون في مربع زي كذا، تضغطوا عليه تحدد المكان، تصغره طبعا، حلو، تحطوه على الحجم اللي انت تبغوه. هذا الحجم كويس، حلو. خلينا نحطه كده في الزاوية، حلو. طيب كده انتهينا من اول شيء انه هو كيف فين نحط الفيس كام. الحين نبدأ مع الصوت. طبعا هذا الفيديو حق الفيس كام وهذا الفيديو حق روكت ليج، حلو. طبعا زي ما انتم شايفين ان الفيديو حق الفيس كام له مقطع صوتي اللي هو ده، وفيديو حق روكت ليج له مقطع صوتي. لازم اول شيء تبدا تنسق الاثنين، لازم تبعدهم كده من البدايه بعدين تبدا تنسقهم. لازم تخلي الصوت حق روكت ليج ماشي مع الفيس كام. فزي ما انتم شايفين بهالطريقه، هذا المقطع الصوتي يشبه ده في دي المنطقه، يشبه ده، فلازم تخليهم متساويين. فنقرب خليهم نفس المستوى زي كذا، تقدر تقول زي كذا بالضبط، زي كذا تقريبا، حلو. بعد ما تخلص طبعا تقصقص المقطع من هنا، تقص الزايد، ما تقص تقص الزايد، حلو، بحرف اس في الكيبورد، وتحذفه كليك يمين ديليت، وتروح في النهاية تروح عند الزايد حرف اس في الكيبورد، يعني كليك يمين ديليت. الحين كذا المقطع صار متناسق 100% من ناحية الصوت، حطه في البداية. الحين ايش نسوي؟ هذا الحين هذا اخر شيء وصلنا له، نحذف المقطع الصوتي حق الفيس كام. طبعا تضغطوا عليه، تروح هنا كليك يمين ديليت تراك، زي ما انتم شايفين. اكبر الشاشة، حلو، نبدأ المقطع، نقدم شويتين. لو تلاحظوا، لا ترحم لا ترحم، ما لي صوت. ايش هذا؟ ايش هذا الغش يا غشاشين؟ مين معي يا صلوح؟ انا مين؟ دقيقة. User joined your channel. ايوه عمر دوب وجاء. زي ما انتم شايفين هذا هو المقطع كالاتي، حلو. هذا هو كيف خلصنا شرح تقريبا. لا تنسوا اللايكات والسبسكرايب. كان معكم معا اي مقطع او اي شرح تبونه في سوني فيجاس اكتبوا لي هو تحت في التعليقات. كان معكم معا، اشوفكم على خير، مع السلامه.